تزوج بين المال ولا السياسة سياسة والمال مال. نحن لا نقبل بأن تختلط المال بالسياسة، وراح نكونوا صريحين وواضحين في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالتزاوج بين الحكومة، في العالم أجمع أن الوزراء المناضلين عندهم دور في ما يسموهمش حكومة، والحكومات دائما تتبع الأحزاب. احنا خرجنا من هذيك حكومة الظل وحكومة إكس وإجراك وفلان دار فلان. الآن الحكومة لازم تخرج من الأحزاب، وبالتالي باللي المناضل في حزب سواء كان وزير أو مدير أو سفير، هذا معمول به في جميع أنحاء العالم. وبالتالي باللي الدولة المدنية التي نطمح إليها، واللي حبينا أن الناس تفهم على أن الدولة المدنية هي الضرورية في البلاد. بدون دولة مدنية نبقى دائما نتعلق بالأشخاص وبالتكتلات وبالتالي باللي حزب جبهة التحرير الوطني عنده منظور بناء دولة مدنية معمول بها في جميع الدول، وبالتالي ما يكونش عندنا استثناء في الجزائر. مراحل الانتقالية خرجنا منها الحمد لله، هذيك ترانزيتوار ونتاع الانقلابات ونتاع فلان يبعد فلان وينحي فلان وافيدي فافورابل وفلان عرضوا له وفلان نحوه، هذه كلها انتهت الحمد لله. تبقى الآن تجاذبات ومازالت عقليات قديمة عند بعض الناس حوسوا يمارسوها في الانتخابات الجاية. احنا سنتصدى لها، لا نقبل أبدا بأن تكون شكارة هي الانتخابات. هذا هو صراحة.